أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخ، ما حكم استعمال العزائم في الرقية، وهي التي تكتب بالزعفران ثم توضع في الماء وتشرب، وكذا ما حكم القراءة في الماء والنفث فيه للرقية؟ كل هذا جائز والحمد لله إذا كان الكاتب أو الراقي من أهل الثقة والمعرفة والعلم، هذا جائز أن يرقي المريض مباشرة، وأن يقرأ في الماء ويشربه المريض، وأن يكتب القرآن أو الأدعية على شيء طاهر من الأوراق أو الصحون ثم يغسل وتشرب غسالته، هذا كله جائز والحمد لله، كله داخل في الرقية بكتاب الله عز وجل. نعم.